بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الحلقة رقم 136 على قناتكم ترابلاستر بريق السفر. حلقة النهاردة عن دولة رومانيا، وهي حلقة مهمة جدا، فريد تقديرا للمجهود المبذول في الحلقة. تعمل لايك دلوقتي للفيديو وتشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل، ويلا بينا ندخل في الموضوع مباشرة. اول طريقة طبعا الحلقة الاصلية الهجرة عن رومانيا، هتلاقيها في التعليق المثبت، فيها اربع طرق برضو مباشرة سريعة مضمونة شرعية تقدر تدخل بيها رومانيا. لو جينا نشوف الاوبير في رومانيا، هنلاقي عندنا أكتر من عائلة محتاجة أوبير العمل كجليس أو جليس أو ناني للأطفال. في أسرة تركية عاملة عايزة محتاجة أوبير من مدة من 10 شهور ل12 شهر، هتدفع 500 يورو. في أسرة تانية بتدفع 400 يورو لحد 24 شهر، وفي أسرة تانية 300 يورو، في أسرة 400 جنيه استرليني لمدة من 6 ل18 شهر، في أسرة تانية بتدفع 500 يورو في مدة 12 شهر، في 700 يورو لمدة 12 شهر. يعني هتلاقي فرص كتير في دولة رومانيا، في 800 يورو لحد 24 شهر. المهم ان الفرص كتير في رومانيا للأوبير. الأسر مختلفة، تقدر ان انت لو عمرك ما بيزيدش عن 30 سنة ومعاك لغة انجليزية، هما بيوفروا لك كل حاجة من بوكت ماني وتذاكر طيران وفيزا لرومانيا. فدي طريقة مباشرة تقدر انت تدخل بيها رومانيا في الوقت الحالي. هتلاقيني سايب لك الموقع التاني للأوبير اللي انت تقدر تقدم عليه وتشوف في الهوست فاميليز او العائلات المضيفه في رومانيا. طبعا هما بيوفروا لك فول بورد واقامه كامله بالوجبات والمشروبات، فانت البوكيت ماني ده بتاخده يا اما تحوشه يا اما انت لو هتخرج تشوف البلد بتصرف منه. دي اول طريقه هي طريقه الاوبير. الطريقه الثانيه في حلقه النهارده هي طريقه التدريب المهني. هتلاقيني سايب لك برامج تدريب مهني سواء للطلبه لو انت مخلص كليتك لسه وعايز تعمل تدريب مهني لمجال كليتك على الشغل اللي انت هتشتغل فيه، هتلاقيني سايب لك برامج التدريب المهني. مواقع كتير جدا فيها برامج تدريب مهني في رومانيا، ولو انت بتشتغل هتلاقيني سايب لك فرص التدريب المهني للعاملين من جميع انحاء العالم. هتلاقي في شغلك زي موقع لينكد ان عليه 64 فرصة، هتلاقي موقع اليو ان كارير، موقع الامم المتحدة، موقع اوفرسيز، كل دي مواقع مهمة تقدر ان انت اي اجور عليه 1128 وظيفة. كل دي برامج تدريب مهني للعاملين من جميع انحاء العالم تقدر ان انت تقدم فيها في رومانيا. لما بيجي لك خطاب قبول لحضور تدريب مهني بتقدمه مع بقية الاوراق للسفارة في بلدك وبتحصل على الفيزا لدخول رومانيا. الطريقة اللي بعد كده هي العمل الموسمي في رومانيا، الطريقة التالتة في حلقة النهاردة. لو انت لسه ما عملتش لايك بفكرك تعمل لايك دلوقتي عشان حلقة النهاردة مهم جدا ان هي توصل لاكبر عدد ممكن من الناس. العمل الموسمي في رومانيا بتحصل على فيزا عمل مؤقت لما بيجي لك خطاب قبول وموافقة لحضور عمل موسمي في رومانيا. هتلاقيني سايب لك برضو مواقع زي موقع الأمم المتحدة بيتكلم عن العمل الموسمي في رومانيا، ومواقع تانية فيها أعمال موسمية تقدر إن أنت تعملها في رومانيا زي إنديد وبيك تالنت. فأنت بتقدم على فرص الأعمال الموسمي، ولما بيجي لك فرصة بتقدم على فيزا العمل المؤقت زي ما أنت شايف، ممكن تكون في الزراعة أو جمع الفاكهة والخضروات والحاجات دي. الطريقة اللي بعد كده في حلقة النهاردة وهي الطريقة الرابعة هي فيزا الفريلانسر. طيب فيزا الفريلانسر متطلباتها ايه؟ هل رومانيا بتقدم فيزا فريلانسر؟ موقع فيزا شنغن انفو بيقول لنا ان رومانيا بتقدم فيزا فريلانسر. طيب متطلبات فيزا الفريلانسر ايه؟ ان انت تكون شغال لشركة او لموقع خارج رومانيا، وان انت هتشتغل في الشغل بتاعك من استخدام الانترنت، هتشتغل عمل عن بعد يعني عمل فريلانسر عمل حر، وان انت يكون معاك متوسط راتب 3 اضعاف الراتب في رومانيا. يعني كنت الراتب اللي انت بتاخده متوسط الراتب بتاعك 3 اضعاف متوسط الراتب في رومانيا. يعني قد ايه؟ عشان برضو تعرف، حوالي 3700 يورو زي ما احنا شايفين في الشهر عشان تقدم على فيزا الفريلانسر في رومانيا. طيب متطلبات الاوراق بتاعت فيزا الفريلانسر اللي بتقدمها رومانيا ايه؟ اثبات العمل بتاعك، يعني اوراق العمل اللي انت بتشتغله العمل الحر، ومعلومات عن الشركه اللي انت شغال معاها، وخطاب للنوايا بتاعتك ان انت ازاي يعني عايز تسافر لرومانيا وهتعمل ايه هناك وهتقيم هناك وهتعمل ايه، كل الحاجات دي يعني خطاب منك باسباب سفرك لرومانيا. والضرايب، ان انت لو انت دافع ضرايب توضح لهم دافع الضرايب بتاعتك، لو الاوراق بتاعتك محتاجه دفع ضرايب بتوضح ان انت دفعت الضرايب، وتذاكر الطيران بتاعتك تذاكر طيران تكون مدفوعه اصليه مش وهم مؤقت زي ما كنا بنقول، لا هو محتاج هنا التذاكر بتاعتك تكون مدفوعه، وكشف الحساب البنكي يكون في
في 3700 يورو في كل شهر هتقضيه في رومانيا. يعني لو هتعمل كاش في الحساب اخر 6 شهور او اخر 3 شهور، كل شهر في 3700 يورو. واثبات التامين الطبي للسفر اللي هو اثبات 30000 يورو، ده بتجيبه من شهاده تامين في بلدك، بيكون مبلغ بسيط مش مبلغ كبير ولا حاجه. وصحيفه الحاله الجنائيه او شهاده عدم المحكوميه من بلدك ان انت ما عليكش اي احكام جنائيه. واثبات الاقامه بتاعتك في رومانيا، يعني حجز الفندق او حجز الشقه اللي انت هتقيم فيها لما توصل لرومانيا. طيب هتقدم عليها ازاي؟ هتعمل على حساب الكتروني على الموقع الاي فيزا الالكترونيه لرومانيا، وهتجمع الاوراق بتاعتك وهتقدم على الفيزا، وهتعمل المقابله في سفاره رومانيا او هتقدم الورق في سفاره رومانيا وتستنى الرد بتاع الفيزا بتاعتك. طيب الاوراق اللي انت محتاجها بالتقديم بخلاف الاوراق اللي فات، محتاج الابليكيشن فورم اللي هي استماره التقديم على الاقامه او على فيزا الفريلانسر في رومانيا، وصوره من جواز السفر بتاعك وصوره من الاقامه بتاعتك في رومانيا او المكان اللي انت حاجزه سواء الفندق او الشقه او الاستوديو، وعقد العمل بتاعك اللي انت شغال بيه، واوراق بتوضح الراتب بتاعك، وشهاده طبيه ان انت ما عندكش اي مشاكل صحيه او امراض تمنعك من ان انت تتواجد في رومانيا او امراض معديه، واثبات ان انت دفعت تصريح الاقامه مصاريف تصريح الاقامه، يعني اثبات ان انت دفعت مصاريف تصريح الاقامه بتاعتك في رومانيا. طيب الوقت الموضوع ده بياخد وقت قد ايه؟ بياخد حوالي اسبوعين عشان يردوا عليك ويردوا على طلب الفيزا بتاعتك، بس ممكن الوقت يتاخر اكتر من كده على حسب عدد الناس اللي مقدمين في السفاره. طيب صلاحيه فيزا الفريلانسر في رومانيا بتكون قد ايه؟ بتكون لمده سنه، بس ممكن تقدم على التجديد بتاعها بعد كده، بيجددوها لك عادي لو انت بتستوفي الاوراق والشروط والمتطلبات لتجديد فيزا الفريلانسر. طيب بيقول لك هنا تكلفه المعيشه في رومانيا قد ايه؟ تكلفه المعيشه طبعا زي ما انتم عارفين في رومانيا منخفضه نسبيا مقارنه ببقيه دول شرق اوروبا وبقيه دول البلقان، لان رومانيا تعتبر يعني في ناس بتحسبها برضو من دول البلقان، فهتلاقي هنا جايب لك تكاليف المعيشه في رومانيا وتكاليف الايجار عامل ازاي. يعني بيقول لك هنا في سنتر المدينه الشقه في الشهر 345 يورو، تكاليف شقه استوديو برضو بره سنتر المدينه بتكون اقل حوالي 248 يورو في الشهر. تكاليف هنا هتلاقي جايب لك تكاليف الاكل وتكاليف المواصلات، يعني من ارخص الدول في اوروبا دوله رومانيا. هنا بيقول لك ليه تقدم على فيزا الفريلانسر في رومانيا، لان هنا بيقول لك النت من اسرع خدمات الانترنت في العالم موجود في رومانيا، والجو فيها معتدل ما هوش زي شرق اوروبا في البروده، والمناظر الطبيعيه والحاجات الجميله اللي موجوده في البلد اللي انت تقدر تستمتع بيها. وهنا بيقول لك افضل الاماكن في رومانيا اللي انت ممكن تقعد فيها، منها طبعا بوخارست اللي هي العاصمه. فهتلاقيني سايب لك موقع الفيزا شنغن انفو اللي هو عليه تفاصيل فيزا الفريلانسر في رومانيا، وهتلاقي سايب لك برضو موقع التقديم الرسمي اللي انت بتحصل منه على استمارة التقديم في رومانيا على فيزا الفريلانسر. الطريقة الخامسة بعد كده في حلقة النهاردة، لو انت لسه ما عملتش لايك بفكرك تعمل لايك دلوقتي للفيديو، لان لسه في معلومات حصرية مهمة جدا عن رومانيا في حلقة النهاردة. هتلاقيني سايب لك وظائف للمتحدثين باللغة الانجليزية في رومانيا، يعني لو انت مش عارف اللغة الرومانية هتلاقيني سايب لك حوالي 11000 وظيفة، فيها 618 وظيفة جديدة للمتحدثين باللغة الإنجليزية في رومانيا. في وظائف على جلاس دور، في وظائف على موقع جوب اليو كي، هتلاقي مواقع كتير للتوظيف فيها وظائف للمتخصصين في أو المتحدثين باللغة الإنجليزية في رومانيا، تقدر أنت تقدم عليها. ولما يجي لك عقد عمل بتقدمه مع أوراق وفيزا عمل وبتسافر بفيزا عمل لرومانيا. الطريقة اللي بعد كده هي وظائف تدريس اللغة الإنجليزية في رومانيا، الطريقة برضو الخمسة الفرعية في حلقة النهاردة من طريقة الوظائف أو العمل، اللي هي وظائف للمدرسين اللغة الإنجليزية. راتب مدرس اللغة الإنجليزية من 300 لحد 1000 دولار في الشهر، فأنت تتوقع إن أنت تاخد من 900 ل 1000 دولار في الشهر لو أنت هتدرس اللغة الإنجليزية. فلو أنت معاك شهادة تيفل تقدر إن أنت تقدم على تدريس اللغة الإنجليزية في رومانيا، هتلاقيني سايب لك كل مواقع تدريس اللغة الإنجليزية في رومانيا اللي أنت تقدر تقدم عليها. طيب في إيه بعد كده؟ الطريقة الأخيرة في حلقة النهاردة، وهي الطريقة الستة المضمونة الشرعية السريعة تقدر تدخل بيها لرومانيا، هي المنح الدراسية. هتلاقي في الحلقة الأصلية في التعليق المثبت أسفل الفيديو طريقة في من الأربع طرق الشرعية اللي تقدر تهاجر بيها لرومانيا، طريقة إن أنت تدرس على حسابك. أنا جايب لك النهاردة برضو منح دراسية كتير تقدر إن أنت تقدم في المنحة الدراسية اللي فيها تخصصك ومجالك
مجالك مجال الدراسة بتاعتك عشان تكمل دراستك في رومانيا. طبعا موضوع الدراسة في رومانيا موضوع مشهور، في ناس كتير بتبقى عايزة تكمل دراستها في رومانيا عشان الدراسة هناك رخيصة نسبيا، وفي ناس سألتني عن الدراسة في رومانيا أوضحها إزاي. فزي ما أنا قلت لك الطريقة المدفوعة في الحلقة الأولى، جايب لك النهاردة المنح الدراسية اللي أنت تقدر تقدم فيها في رومانيا. طبعا لما بيجي لك خطاب أدميشن قبول جامعي إن أنت تدرس في جامعة في رومانيا، بتقدمه وبتقدم على فيزا دراسة في رومانيا وبتسافر بفيزا الدراسة دي، وبعدين هناك بتحصل على إقامة طالب، ممكن تشتغل 20 ساعة في الأسبوع عشان تبقى بتدرس جنب بتشتغل جنب الدراسة في رومانيا. ده طبعا عادي مسموح بيه، مفيش فيه أي مشكلة. لو أنت لسه ما عملتش لايك دلوقتي بفكرك تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس على الكل. كده أنا شرحت لكم الست طرق الشرعية السريعة المضمونة، وبكده كملت على قناة بريق السفر 10 طرق شرعية سريعة مضمونة تقدر إن أنت تهاجر وتدخل بيها لدولة رومانيا في الوقت الحالي. لكل المواقع اللي شرحتها في حلقة النهاردة هتلاقيها في التعليق المثبت في مقال عن دولة رومانيا على موقع ترافلستر بريق السفر. لو عندك أي سؤال أو استفسار سيب تعليقك وهرد عليك في خلال 24 ساعة. شكرا لكم، تابعتكم الله، تشرف بيها، ومع السلامة.